أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العربي الجديد وقراءة في مقال بعنوان في انسحاب أمريكا من العراق للكاتب يدا دليمي، وجاء في المقال: للولايات المتحدة في العراق اليوم 2500 جندي بينهم مستشارون، ولديها عدة مواقع وقواعد في عموم البلاد. ناهيك عن وجود دبلوماسي كبير يتمثل في السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل وأخرى في البصرة. تضاف إلى هذا كله وذاك علاقات تجارية واقتصادية وتعاملات مالية. تذهب أموال النفط العراقي المباع غالبا إلى الفيدرالي الأمريكي الذي يقوم بالتحويل إلى بغداد وفقا لآلية متفق عليها. ويؤكد الكاتب بالقول: تعلم حكومة السودان أن أي خروج أمريكي من دون اتفاق بين بغداد وواشنطن سيؤدي إلى كوارث. صحيح أن هناك توجهاً حكومياً مدعوماً برغبة تبدو في ظاهرها سياسية لسحب القوات الأمريكية من العراق، لكن باطن الأمور يؤكد أن لدى الولايات المتحدة اليوم استراتيجية طويلة المدى في العراق. فمثلما نجحت طهران في صنع الموالين لها داخل هيكل الحكومة والدولة، نجحت واشنطن على ما يبدو في الإمساك بمفاصل الاقتصاد العراقي وعصبه، فضلاً عن تأثير ممتد وصل إلى حد تفاهمات عقدتها واشنطن مع فصائل عراقية كانت توصف بأنها موالية لإيران. لكن مواقفها أخيراً أكدت أنه ليست كل المحطات تؤدي إلى طهران، رغم أن بغداد تتحدث عن انطلاق حوار ثنائي مع واشنطن لوضع ترتيبات مرحلة الانسحاب الأمريكي من العراق، إلا أن البيت الأبيض أعلنها صريحة لا انسحاب من العراق. فأمريكا تدرك أن خطر داعش ما زال ماثلا، وأنه هذه المرة قد لا يهدد العراق وسوريا فحسب، بل يمكن أن يمتد إلى مناطق أوسع في إقليم ما زال مشتعلا أصلا. بالتالي فإن تفاهمات ما تحت الطاولة هي التي ستحدد مصير العراق وليس مصير الوجود الأمريكي فيه. وفي الموضوع ذاته نقرأ مقالا لكاتب آخر بعنوان الانسحاب الأمريكي من العراق حقيقة أم وهم، للكاتب سمير داود حنوش. وجاء في المقال: في كل حديث يدور عن حوار بين العراق وأمريكا كان ذلك الحوار يقدم نماذج للتلاعب بالألفاظ والمصطلحات في استخدام خطاب مخادع يحمل رسائل مبهمة ومفاهيم مجتزأة ضمن أدوات حرب العقول والقلوب. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية العراقية عن اتفاق مع الجانب الأمريكي على تشكيل لجنة لبدء المحادثات حول مستقبل التحالف العسكري بقيادة أمريكا في العراق للتنسيق بشأن جدول زمني للانسحاب التدريجي للقوات وإنهاء مهمة التحالف الدولي، كان بيان وزير الدفاع الأمريكي لويد جي أوستن يشير باستمرار التعاون الأمني والعسكري عبر شراكة أمنية ثنائية مستدامة بين الولايات المتحدة والعراق دون الإشارة إلى انسحاب للقوات الأمريكية، ما يدل على استمرار النفوذ الأمريكي في العراق، ويفضي هذا إلى نتيجة حتمية مفادها تأجيل الانسحاب. البيان الأمريكي الذي أشار إلى أن الأفراد العسكريين الأمريكيين هم في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من مهمة عملية العزم الصلب لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية في قتالها المستمر ضد داعش. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ نفيها أن تكون محادثات اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية العراقية
ووزارة الدفاع الأمريكية تتعلق بسحب القوات الأمريكية من العراق. تشير سينغ أن المسألة تتعلق بجاهزية العراق لتحقيق النجاح في الدفاع عن أمنه الخاص وسيادته، وكيف بإمكان الولايات المتحدة دعم العراق للقيام بذلك. وحسب تأكيد مصدر دبلوماسي مع ما ترشح عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح السفيرة تريسي آن جاكوبسن لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى جمهورية العراق بدلا من السفيرة إلينا رومانوسكي. الآن نذهب وإياكم إلى تقرير من صحيفة المدى بعنوان المخدرات تنتشر في العراق وحلول حكومية لا ترتقي لمستوى الخطر. وجاء في التقرير أن العديد من المختصين عزوا انتشار آفة المخدرات في البلد إلى غياب الحلول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تضر البلد بين الحين والآخر، فيما أكدوا أن غياب التوعية الصحيحة فضلا عن عدم وجود تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية جعل هذه الآفة خارجة عن السيطرة، أن حلول الحكومة في هذا الجانب لا ترتقي لمستوى تهديد هذه الآفة على المجتمع. الفئة الأكثر تعاطياً للمخدرات هم الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 35 عاماً، ويضيف الموسوي في تصريح خاص به المدى أن هناك أسباباً عديدة تجعل من الشباب يتوجهون لتعاطي المخدرات، منها الفراغ وأوضاع الشباب في عمر المراهقة فضلاً عن رفقة السوء. أما مفوضية حقوق الإنسان فكانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة 37.3%، ثم الحبوب المسمات 1.0 بنسبة 28.35%، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة. باحثون اجتماعيون أكدوا أن البلد مر على العديد من الأنظمة السابقة وكان خالياً من المخدرات، وضعف الدولة بحكوماتها المتعاقبة وتهاونها بهذا الملف أدى إلى انتشار هذه الآفة، مبينين أن الحلقة المهمة في السيطرة على هذا الملف هي ضبط الحدود وتجفيف منابع المخدرات، فضلاً عن تفعيل حملات توعية كبيرة في هذا الجانب الخطير الذي يسبب هلاك المجتمعات. ومن صحيفة الأخبار نقرأ مقالاً بعنوان جوهر التحرر العربي، مواجهة مشروع الصهاينة وحماتهم، للكاتب سعد الله مزرعاني، يقول فيه: لا جدال بأن نقطة الضعف الأساسية كانت قبل 7 أكتوبر وبعده في الموقف الرسمي العربي في التخلي والتطبيع والتواطؤ والإذعان. رغم ذلك فرضت الوقائع والأسباب التي أوردناها بعض التقدم الخجول في بيان الاجتماعي أو في بيان الاجتماع الاستثنائي الأخير للسفراء المندوبين الدائمين لدول الجامعة العربية. انتقد البيان الدول التي تزود إسرائيل بالسلاح والتي تعتمد ازدواجية المعايير، وعد تلك الدول شريكة في المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. لكن سقط سهوا أو فات المجتمعين مساءلة بعض زملائهم في الاجتماع بشأن استمرار العلاقات والتطبيع مع العدو، وكذلك بشأن تزويده بما يحتاجه بعد إقفال البحر الأحمر في وجه السفن الإسرائيلية. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية أخيرا: الإسرائيليون يشعرون بالهزيمة والانكسار ويطرحون أسئلة مرة حول المسؤول عن الهزيمة والخسائر. لم يكن مثل هذا القول واردا أو حتى ممكنا، خصوصا بعد موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني. لقد أكدت عملية 7 أكتوبر بما هي محطة باهرة وانعطافية في الكفاح الفلسطيني والعربي مع العدو الصهيوني والمستعمرين القدماء والجدد الذين تعهدوا تأسيسه ومده بوسائل الحياة والعدوان، أن الصراع مع هؤلاء ومع المتواطئين معهم هو جوهر النضال والفعل التحرريين الشاملين في هذه المرحلة التاريخية برمتها.
لقد أكدت هذه العملية حقيقة أنه لا يضيع وطن أو حق وراءه شعب مقاوم، وإن غلت التضحيات وطال الزمن. من موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب سري عرابي يقول فيه: في حين أن الأونروا أصلا متهمة من الفلسطينيين بالإذعان للمطالب الإسرائيلية في هذه الحرب الجارية، وبنحو من شأنه أن يوصف بالتواطؤ وذلك بانسحابها السريع والمريب في بداية الحرب من مدينة غزة وشمالي القطاع، والذي شمل إغلاق المدارس والمراكز الصحية التابعة لها وتعطيل الخدمات المقدمة من طرفها في تلك المناطق، وفي المقابل لا يمكن فصل الإجراء الذي يحرم الأونروا من أكثر من 80% من تمويلها عن الحرب الجارية على أكبر معسكر للاجئين الفلسطينيين والذي هو قطاع غزة، مما يعني أن قرار الدول المذكورة يندرج في سياق تعزيز الجهد الحربي الإسرائيلي وتشديد الحصار على الفلسطينيين، وذلك لكون المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة في أثناء الحرب توزع من خلال الأونروا. كل شيء مباح للإسرائيلي، فالذي مارس التطهير العرقي لضمان قيام كيانه وعلى أساس من الأكاذيب المهينة للعقل، وعاد ليمارس الإبادة الجماعية كما في هذه الحرب، ولم يبق مدرسة ولا جامعة ولا مسجدا ولا كنيسة ولا مستشفى ولا مركز إيواء خارج نطاق نيرانه. هذه إسرائيل، وهؤلاء معها كيفما كانت، بل هم معها إن كانت بهذا النحو دولة محو وإبادة، إذ هي بذلك امتداد لهم. فإذا كانت الأكاذيب ملحهم، فإن العالم وجبتهم التي يشحذون لها السكاكين ويذخرون لها المدافع. باختصار، هذه إسرائيل. هل تكفي المصالح لتفسير ذلك كله؟ لماذا نحن مغرمون بعقلنة الجريمة وتسبيب استباحة الأبيض للعالم؟ كم نحن مساكين في بحثنا عن أسباب قابلة للفهم لتفسير هذا الاندفاع المسعور خلف الإسرائيلي بكل ما أوتي ذلك الأبيض، وكأن الشر وحده بدوافعه الغريزية الأكثر انحطاطاً كدوافع العنصرية وتأليه الذات واحتقار الآخر غير كاف لفهم كل هذا الاختلال والفساد في العالم. نتابع وإياكم الآن الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يحمل كل عام تقنيات واعدة ستؤثر تأثيرا حقيقيا على العالم، وقد استعرضت نشرة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لائحة بالتطورات التقنية الأبرز في الوقت الحالي.
أولاً انتشار الذكاء الاصطناعي. نعيش اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يتفاعل ملايين الأشخاص بشكل مباشر مع أدوات توليدية مثل تشات جي بي تي لإنتاج النصوص والصور والفيديوهات وغيرها باستخدام أوامر حث بسيطة. وتعيد شهرة هذه الأدوات اليوم تشكيل صناعة التقنية، جاعلة من أوبن أي آي علامة مسجلة في هذا المجال. خلايا شمسية بكفاءة متفوقة. ينتشر استخدام الطاقة الشمسية بسرعة هائلة حول العالم، حيث إنها أصبحت ركناً أساسياً في الجهود العالمية الساعية لتخفيض انبعاثات الكربون. ولأن معظم الأشعة الشمسية التي تصل إلى الألواح الشمسية اليوم لا تتحول إلى كهرباء، يمكن تعزيز كفاءة هذه الألواح من خلال إضافة طبقة من البلورات الصغيرة. حوذة فيجن برو من أبل. تعتزم أبل البدء بشحن فيجن برو أول خوذاتها للواقع المختلط هذا العام. وتعد الخوذة بميزة استثنائية تتمثل في عرضها العالي الدقة والأفضل في فئته حتى يومنا هذا. أجهزة كمبيوتر بقدرات حسابية خارقة. تملك أسرع الكمبيوترات الخارقة في العالم اليوم القدرة على أداء عدد هائل من العمليات الحسابية. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. تواجه سلاسل التوريد العالمية اضطرابا شديدا نتيجة قيام أكبر شركات الشحن في العالم بتحويل رحلاتها بعيدا عن البحر الأحمر، وذلك بعد أن بدأت جماعة أنصار الله الحوثيين في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2023 عملياتها العسكرية على السفن المتجهة نحو إسرائيل عن طريق مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ردا على ما وصفوه بانتصار للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي استدعى تجنب شركات الشحن أحد أكثر الممرات ازدحاما. وخوفا من تضرر الشحنات حولت السفن طريقها بعيدا إلى طريق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، ثم إلى الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط. مجموعة من الشركات التي تحولت إلى هذا الطريق منها CMA CGM الفرنسية، ميرسك الدنماركية، Orient Overseas Container Line الصينية وغيرها من الشركات، وهو ما يدخل العالم في أزمة اقتصادية جديدة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فما أهمية مضيق باب المندب والبحر الأحمر في التجارة العالمية؟ يلعب البحر الأحمر دورا حيويا في الشحن العالمي، وتتجلى هذه الأهمية في حجم الشحنات التي تمر عبر هذه المنطقة وطبيعتها الاستراتيجية، إذ يربط ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا. ويصل عدد الشحنات التي تمر من البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس سنويا نحو 20,000 سفينة، ما يمثل 30% من حاويات الشحن في العالم، وتنقسم إلى نحو 10% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع. يعد البحر الأحمر الطريق الرئيس الذي يمر من خلاله نفط دول الخليج وإيران إلى الأسواق العالمية، إذ تحتاج أوروبا إلى نقل 60% من احتياجاتها من الطاقة عبره، بينما تنقل من خلاله نحو 25% من احتياجات النفط للولايات المتحدة الأمريكية. ينفتح البحر الأحمر ومضيق باب المندب غرباً وشرقاً وشمالاً على 9 دول، وهي مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال وإسرائيل وإريتريا، ويبلغ طوله نحو 1900 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 204 كيلومترات و30 كيلومتراً عند مضيق باب المندب جنوباً، وعرض قناة السويس أكثر من 200 متر. وصلنا إلى الختام، دائماً ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.